الاخوان اخر وانا مش هتكلم تاني. برنامج نور على النور. انا مش هتكلم تاني. انت هتتكلم نور على النور. استنى ده فرح والاهلاويه بيحتفلوا. انا بتكلم كلام كبير عليك. كابتن عادل مبروك. كبير على سنك. شوف كبير على سنك. كان عندك ثقه رغم الشوط الاول وكان الاداء يعني اقل من المتوسط من الفريقين، لكن كان عندك ثقه وقلت الشوط الثاني لعيبه النادي الاهلي هترجع، احنا قادرين ان احنا ناخد المباراه. يعني اولا دائما احنا الاهلي، هو ده الاهلي. الجمال في النادي الاهلي في كل المواقف، الجمال في النادي الاهلي في كل المواقف في احترافيه، وده المهم. كابتن شريف قال كلمه حلوه ومهمه، حته السفر بدري. احنا سافرنا متاخرين ليه؟ لان الكم الكبير اللي سافر وهيبقى وكان موجود، كانت التدريبات والحاجات دي ما كانتش هتبقى في اجواء احترافيه، انت فاهمني؟ فانت رحت كفرقه باحترافيه، رحت مركز. اخر يومين مركز. ما هي دي البدايه، انك انت تنقي الوقت اللي تودي فيه فرقتك لما تيجي تلعب بره بالذات، لان دي دراسه ولان ده فكر، انك انت ما تخليهوش في التدريبات بتاعته يبقى بيحتفل. فانت خبيته في ناديك، خليته يشتغل لحد ما يوصل للوقت. واحنا واخدين على السفر، انت تقدر تسافر قبل 48 ساعه، ودي انا يعني بحيي فيها مجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن الجهاز الفني كمان والجهاز الفني اللي قال كده طبعا، ومجلس الاداره اللي نفذ له الامر، لان دي بدايه انك تكسب. الحاجه الثانيه المهمه، كره القدم لا تعترف يعني بالنقل والحاجات دي، كرة القدم بتعترف بالأهداف وبتعترف بالأداء برضو. يعني إحنا دائما بنحب الأداء، وإحنا أداءنا كان متميز النهاردة، رغم إن ممكن الناس تشوفه إن هو ما كانش متميز. أقول لكم إيه ليه متميز؟ علشان حاجة واحدة بس، إنك بتعرف تجيب جول، لإنك بتعرف تخلص المباراة عندك، ولإنك ولإنك اللي ممكن تخلصك المباراة في أي وقت. أنا دلوقتي بعد يا أس، أنا بعد مثلا أسبوعين ثلاثة هاجي أقول لك مبروك كأس مصر، هتقول لي أنت لعبت إزاي ولا عملت إيه؟ هتقول لي الله يبارك فيك. تاريخ بيقول البطل بس. هتقول لي الله يبارك فيك، إحنا أبطال بنعرف نكسب، ودي حاجة مهمة جدا. ما بتعرف تكسب بس الناس عشان تبقى فاهمة، ما بيجيش البطل واللي بيعرف يكسب ما بيجيش من فراغ، انت بتشتغل وبتجتهد وفرقتك